الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سيدنا سليمان عليه السلام نبي الله، هو ابن سيدنا داود عليه السلام. حصلت مشكلة، واحد عنده غنم بيرعى الغنم، الغنم أكلت ثمار أرض واحد تاني. راح صاحب الأرض يشتكي صاحب الغنم لسيدنا داود عليه السلام. حكم سيدنا داود إن صاحب الأرض ياخد الغنم كلها ليه. وهم طالعين قابلوا سيدنا سليمان، حكوا له القصة، فحكم سيدنا سليمان بحكم آخر. حكم بإيه؟ حكم بإن صاحب الأرض ياخد الغنم يستفيد من لبنها ومن فروها ومن أي إنتاج ليها، لحد ما صاحب الغنم يرجع الأرض لما كانت عليه قبل كده، يزرعها ويرويها لحد ما تثمر، ولما تثمر صاحب الغنم ياخد غنمه وصاحب الأرض ياخد أرضه. ولذلك الله عز وجل يقول في كتابه: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. مش عيب أبدا إن نبي ربنا يعطيه العلم الأكتر أو الفهم الأكتر من نبي تاني. مش عيب إن أنت تكون أكتر فهما من أخيك، أو إن أخوك يكون أكثر مالا منك. ربنا عز وجل خلق الناس درجات، وبيمنح ده من فضله، يميزه عن ده بميزة، أو يميز ده عن غيره بميزة. المهم أنت تجتهد ثم ترضى في النهاية بما قسم الله لك. إلى اللقاء.